مجلس الدعوة ديال الإخوة ديال الكونفدرالية الديمقراطية للشغل لهذا اليوم الدراسي حول معضلة أثمنة المحروقات ومشكل صناعة التكرير في بلادنا ومشكل توقيف صناعة التكرير في بلادنا. طبيعة الحال هذا الشيء كله عنده علاقة مباشرة مع الأثمان المهولة اللي كنشاهدوها في السوق الوطني في توزيع المواد الصافية. الارتباط المباشر ما بين هذه الأثمنة المهولة والأثمنة في السوق الدولية هذا لا نقاش فيه، كاين علاقة مباشرة، ولكن ما كتفسرش جميع العوامل اللي كتؤدي إلى هذه نسبة الأثمنة الداخلية اللي هي تفوق المعقول وتفوق ما يمكن للمستهلكين المغاربة أن يستوعبه تجاه الأثمنة، بحيث أن الأثمنة الحالية كتضرب القدرة الشرائية ديال المواطنين وكتضرب كذلك القدرة التنافسية ديال المقاولات المغربية وبالأخص مقاولات المتوسطة والصغيرة. لذلك خصنا نقوموا بسياسات عمومية كفيلة باش أولا نعيدوا صناعة التكرير في البلاد ديالنا ونعيدوا الإنتاج ديال المصفات ديال المحمدية اللي هي تخلق واحد التوازنات أحسن في القطاع وغتقلص من القوة ديال المستوردين الموزعين اللي هما في حالة احتكار القلة في القطاع أولا، ثانيا غتنقص من تكلفة المنتوج ومن تكلفة التصنيع ديال البنزين والغازوال. بطبيعة الحال إلا نقصنا من تكلفة التصنيع الأثمنة غتكون أكثر مناسبة للقدرة الشرائية ديال المواطنين في السوق. ثالثا خاص بطبيعة الحال يتعاد النظر في تركيبة القطاع وخاص المجلس المنافسة يحسم في الملف اللي عنده اليوم اللي باقي قائم عنده اللي باقي ما حسم فيه ديال شبهات تواطؤات غير أخلاقية وغير محترمة للقوانين في تركيبة الأسعار والأخذ القرارات اللازمة من أجل الحسم في هذا الملف وإعطاء عقوبات إن تبين أن هناك طبيعة الحال خروقات للقوانين. خاصة أخيرا تدابير ديال الحكومة ذات الصبغة الضريبية اللي غتكون مرتكزة على جوج ديال الركيزتين، أولا تخفيض الضرائب على المحروقات من أجل تخفيف العبء على القدرة الشرائية ديال المواطنين، وثانيا تضريب الأرباح اللا أخلاقية والفاحشة اللي ركمتها الشركات ديال التوزيع وديال الاستيراد منذ تحرير السوق، أي منذ ديسمبر 2015، واللي حنا كنقدروها بحوالي 45 مليار ديال الدرهم كأرباح لا أخلاقية. التقرير اللي هو عبارة عن رأي في إطار إحالة ذاتية حول التهاب أثمنة المحروقات هو جاب بعض الأجوبة، ولكن أعطى أجوبة جد جزئية على المعضلات اللي كنشاهدوا في هذا القطاع. ثانيا نقطة الغموض ونقطة الضبابية والمناطق الرمادية ما زالت رغم هذا الرأي، حيث أننا نرى أن شركة التوزيع والاستيراد ركمت أرباح خيالية سنة 2020 و2021، خصوصا سنة 2020، حيث أن رأي المجلس المنافسة كيبين باللي هاد الشركات خفضت بشكل قليل جدا وبتأخر كبير الأثمنة في السوق الداخلية، في الوقت أن الأثمنة في الأسواق الخارجية كان خفضت بسرعة وبشكل كبير. ثانيا هاد الرأي ديال المجلس المنافسة وضح واحد النقطة اللي هي جد غريبة من عجائب الدنيا،
أن الشركة الأقوى في القطاع اللي كتملك حوالي 24% ديال السوق في حجم المعاملات، التكلفة ديال استيراد ديال المواد الصافية تفوق بكثير تكلفة استيراد شركة جد متواضعة اللي عندها فقط مثلا 6% ديال حجم المعاملات. الشركة الأولى هي شركة أفريقيا، والشركة المتواضعة هي شركة اللي عندها أكثر من 24% ديال السوق، والشركة المتوسطة أو المتواضعة هي شركة وينكسو اللي عندها فقط 6% ديال حجم المعاملات. وينكسو تستطيع أن تستورد النفط المكرر الصافي بكلفة أقل من كلفة أفريقيا بحوالي 22 سنتيم لكل لتر ديال الغازوال، وأقل ب 28 سنتيم لتر لكل لتر من البنزين. هذا من عجائب الحسابات المالية للشركات، ويقتضي تفتيش ويقتضي بالنسبة لي التدقيق من طرف أولا المجلس المنافسة اللي ما جاوبش على علاش كاين هذه الوضعية أولا، وثانيا كاين وسائل ديال الدولة ديال التفتيش كمديرية الضرائب، مديرية الجمارك، مكتب الصرف، اللي خصهم تهما يقوموا بالتحريات اللازمة من أجل تنوير الرأي العام. أتمنى ذلك، وهذه الخطوات لا يمكن أن تكون إلا من طرف ممثلي المواطنين في قبتي البرلمان أو من طرف الحكومة. مع الأسف الشديد الكل يعلم أن الحكومة تتميز بشكل من تضارب المصالح في قمتها، لذلك أتساءل هل سيكون مبادرات تخدم المصلحة العامة في إطار هذا الملف ديال المحروقات وديال تكرير البترول باش يجيو لحوارات ثنائية.